انا هقول لك على حاجه تساعدك. الفلاحه بالذات مش للمعاق، بس انا طلعت لقيت والدي كده وما عندهمش مجال غير كده، ان هي حياتهم اللي عايشين فيها دي، فتضطر انك لازم تخدم معاهم وتشتغل عشان خاطر ان يعني ما الحياه كده تعبانه. من ساعه ما طلعت على الدنيا وانا الموقف كله قدام ما لقيتش موقف عادي. اصعب موقف انك ممكن تبقى الناس اللي انت عايش معاها وممكن تزعل معاك، ممكن احسسك بعجزك او تحسسك انك ما لا تقدر تعمل ولا تسوي ولا تودي. ده موقف هيبقى صعب. نظره الناس لما تبقى نظره وحشه، يعني مثلا لو شافوا الانسان ده ماشي على الارض تبقى نظره وحشه، الانسان ده ما يقدرش يعمل حاجه. ممكن اللي تلاقي اللي يخدمك وممكن تلاقي فيه الانسان ما يبقاش عاوز يعمل لك اي شيء. عرضت المشروع بتاعي ان انا عاوز اعمل المشروع اكون منه عيش وانا قاعد، لان ما عنديش مصدر رزق. ف قالوا هتعمل ايه؟ قلت ممكن انا قاعد افهم في الفراخ، اعمل فراخ مثلا. قالوا ماشي. جينا بعد كده ردت على الشؤون قالك لا، وعطوك فلوس هيشيلوا القبض بتاعك. طب ازاي لما المشروع ما اشتغلش او هي مش عارفين هيعمل ايه؟ ايش البلد تستنى مثلا او تساند لحد ما المشروع ده يشتغل وبعد كده تبدا تقول انها تشيل القبض او ما تشيلوش؟ نفس الدوله تهتم بالمعوض وتشوف ظروف المعوض وحياته وعايش كيف، لان هو اللي محتاج للبلد اكتر. ليه الدوله ما تقفش زي الدول المتحضره انها تقف جنب الشخص ده بالذات؟ لكن المعاق بالذات في مصر مهمش خالص وماليش اي حقوق.